حلوة ملعوب الكرة لؤي، يا سلام لؤي، لؤي يلعب الكرة راسية، جول جول، خبرة عقل دهاء ويضعها برأسية رائعة في داخل الشباك، يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 40 من عمر المباراة. يونس محمود أول أهدافه مع أربيل، كرة رائعة من اللاعب لؤي صلاح بالمليمتر، يا لؤي بالمليمتر على رأس يونس. لاحظ لاحظ، شوف العقل والخبرة والمهارة والدقة، يا سلام يا يونس، كل ما تكبر تحلى، كل ما تكبر تحلى. هدف رائع من يونس محمود، يسجل هدف أربيل بالدقيقة 40 برأسية رائعة من بين المدافعين اللاعبان أناشيدوف وبابا جانوف. واحد أربيل لا شيء، أهل تركمانستان، رأسية رائعة من يونس محمود. كرة اللي أبعتها الحارس سرهنج محسن، ركنية لفريق أهل تركمانستان، كرة تبعد إلى خارج الملعب مرة أخرى، هيلكورد ملا محمد، ركنية الآن لفريق أهل تركمانستان، عارضية عالية خطرة، جول القائد بابا جانوف. بابا جانوف يدرك التعادل بكرة رأسية، بابا جانوف بكرة رأسية، بابا جانوب بكرة رأسية يدرك التعادل بالدقيقة 47 من عمر المباراة، الدقيقة الثانية من عمر وقت الشوط الثاني بكرة. شوف وين المدافعين، وين تمركز المدافعين، كرة طالت على الحارس سرهنج واللاعب، أصلا اللاعب ما سدد، هي ارتطمت به، هي ارتطمت به، ما سدد اللاعب، هي ارتطمت به، انطلق من خلف المدافعين وسجل هدف التعادل، كرة ذهبت لقدمه وعانقت الشباك. يعني الرقابة الدفاعية، خروج الحارس لم يكن موفق، وبالتالي هدف نبيل صباح، رمية التماس لصالح نادي أربيل، بدأ أربيل يستعيد عافيته، بدأ يحاول يضغط على مرمى أهل تركمانستان. يعني لا يخدم أربيل في هذه المباراة إلا الفوز، وركلة جزاء صحيح، ركلة جزاء صحيح، يونس يتعرض إلى عرقلة وركلة جزاء صحيحة لنادي أربيل، حكم اللقاء الأردني آدم محمد مخادمة، ركلة جزاء صحيحة. لاحظ بالإعادة، عرقلة واضحة، شوف ضرب على القدم، واضحة الضرب على القدم، لاحظ، والحكم قريب ياردتين، ويونس ركلة جزاء الآن، يونس راح ينفذ، حارس المرمى كوربونوف، يونس لعبها قوي يا يونس، يونس العب قوي يا يونس، يونس يلا يا يونس، قدم يونس، قدم جول، لعبها كلمة معتادة للعب ركلات الجزاء، لكن بعض الأحيان تخوف ويسجل منها هدف التقدم لفريق نادي أربيل بالدقيقة 64 من عمر المباراة. يعود يونس محمود ليسجل هدف التقدم الثاني لأربيل من ركلة جزاء، يعني مسيطر، مسيطر ويلعبها بذكاء على يسار الحارس كوربونوف. اثنين أربيل واحد أهل تركمانستان، إعادة، شوف لعبها بهدوء بعقل، لكن بعض الأحيان تخوف هيك كرات، هو أضاع على إيران بهذه الطريقة ركلة جزاء. إذا نشوف قرار الحكم،
ركنية أم خطأ احتسبها للفريق أهل تركمانستان. هذا هو اللاعب عبد الرحمنوف متعصب نوعا ما. كرة تنقطع في المنتصف، تذهب الكرة إلى الجانب الأحمر محمد لؤي صلاح. لؤي اختفى في شوط المباراة الثاني، كانت لمساته أفضل في شوط المباراة الأول. محاولة الآن، كرة خطرة، جول جول جول، اللاعب البديل خردانوف. خردانوف يسجل هدف التعادل بالدقيقة 73 من عمر المباراة. خردانوف يسجل هدف التعادل بخطأ قاتل. اليوم الأخطاء الدفاعية لاحظ يعني في مفهومها المستديرة، يعني كفر يسجل هدف بهاي الطريقة، كفر يسجل هدف بهاي الطريقة. ترتطم بنديم صباغ بعد أن سجل مصطفى ناظم خطأ في مباراة الاستقلال، اليوم ترتطم الكرة وأيضا تسجل في شباك أربيل هدف التعادل لفريق أهل تركمان. كنا نقول قبل قليل على فريق أربيل أن يسجل هدف أمان واطمئنان، لأنه الفريق مبكر في شوط المباراة الثاني. نديم هاتو خذ لؤي نديم، ونبيل نبيل نبيل نبيل، كرة حلوة كانت يعني مو على طبق من ذهب، على طبق من ماس. هاتوا خذ، ولا أروع ولا أجمل من لؤي. نبيل صباحي يضيع فرصة ثمينة كان ممكن أن يسجل منها هدف ثالث. كرة لا نبيل، نبيل قصيرة لا سعد، حصل الشير ماتوف، تذهب الكرة للجانب لعبد الرحمنوف. وجول، هدف ثالث. نفس اللاعب يسجل الهدف الثالث بعد مرور دقيقة و12 ثانية، الدقيقة 75. أخطاء دفاعية تتزايد قاتلة من لاعبي أربيل، وهدف التقدم لفريق أهل تركمانستان. نفس اللاعب اللي دخل خلال ثلاث دقائق أو دقيقتين يسجل. شوف يلعب براحته داخل منطقة الجزاء ويسجل على دفعتين بكرتين متعاقبتين. لاحظ الأولى تابعها وبالثانية أكملها إلى داخل الشباك أمام لاعبي نادي أربيل. 3-2 3 لأهل تركمانستان، 2 لنادي أربيل. رمي التماس لفريق أهل تركمانستان، كرة خرجت، رمي التماس. آخر نصف دقيقة من الوقت الرسمي للمباراة بأكملها مع الوقت المحتسب بدل ضايع. علي فائز، محمد جفال، أحمد، نديم صباغ، طويلة الكرة، رأسية ملعوبة، محمد جفال، لؤي صلاح، وكرة خطيرة يخلصها حارس المرمى. كرة خطيرة حلوة ملعوبة من لؤي ببراعة كوربونوف، ومع ذلك الآن الصافرة تنهي، صافرة الحكم الدولي الأردني آدم محمد مخاد تنهي هذه المباراة بفوز أهل تركمانستان على مضيفة أربيل العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. أربيل يهزم نفسه بنفسه ويخرج خاسرا من هذه المباراة. تتعقد الأمور أكثر على فريق أربيل. يونس محمود أعلن التقدم لأربيل بالدقيقة 40. بابا جانوف عادل.